خاطر احنا اليوم بحضنا لاعب سابق في البطوله السعوديه ولعب سابق مع نادي الاتحاد. قد لعبت مع الاتحاد؟ عام ولعبت فينال تشامبيونز ليج. اي وصلنا فينال تشامبيونز ليج دازي وهزينا الكاس ضد الهلال في فوالا. انا حاجتي بهذا هي خويا، وانت شنو المكافئات اللي جاتك وقت؟ لا الحقيقه هذو ما ضربوا مليار، وانت شنو الجائزه اللي جاتك؟ افضل هديه افضل هديه جاتك غاديك تقول عليها معنا اذا تسمع. اسمع كلامي. لا والله لا والله لا لا ايش نقول خلينا مهم خلينا نعرف اللي خلي تعرف الكواليس الرياضه وقت اللي كان من شرميدي كان يلعب في السعوديه. باش تعرف هذا الناس الكل باش تعرف. لا ميسالش ميسالش. لا لا في الوقت هذاك اغزل لي راهي الناس كانت في السعوديه ناس مرضى بالكوره يعشق الكرة، وأنا بظهري الباهي الحمد لله لعبت في الاتحاد. الاتحاد هذا فريق الشعب، وين تمشي بارتو يعني وين تمشي في السعودية الكل محبوب، عنده أكبر قاعدة جماهيرية في السعودية. واليوم من هذا أنا كنت آخر مرة في السعودية، اليوم من هذا يعني الحمد لله الحمد لله يعني ربي يعطيك القبول إن شاء الله العرض نظيف. الحمد لله هو نظيف العرض أمورك. أعطينا إجابة على السؤال، أكثر جائزة وأكثر هدية هكا وصلت خذيتها من عندهم شنو؟ خذيت ساعات تاخذ كل مرة تلقى واحد يعني تلقى يعني احنا نقولوا أمراء يبعثوا كريم حصلنا على يعني كان عندنا الريسبونسابل محب كبير سياره طلع تخت سياره تكون سيارة. سياره شنو هي سياره كتشوفوه معناها دو بلاس دو بلاس تولي امور اخرى تروسيناندر شنو هي الكهرب الكهرب اللي دويل وقتها مازيراتي مازالت موجوده لا لا مستحفظ عليها لا ما عادش تعنيلي مازيراتي لا لا ما عادش تعنيلي خليتها غادي جبتها معاك ما خنجيو معاك المره الجايه البلاتو مرحبا بك خويا يا خويا ان شاء الله مبروك عليك ان شاء الله ربي يزيدك تستحق كل خير وتحقق اكثر من مازيراتي امين شرميتي على قلبك البي وعلى تربيتك وعلى اخلاقك وعلى الكاريير الممتازه بالله تحيه لامين شرميتي اقوى من مازيراتي تحيه نحبوك ان شاء الله مبروك ان شاء الله ربي يكفر عليك سيريدا نعم خويا هداو لك مازيراتي قبل الوقت كنت 38 سنه برك بورش بورش ومتحفظ عليه التو هذيك الزرقاء الصغيره صغيره الزرقاء تشربوا بيك وبها سيري زوز عجلي تمشي واحده عجله من قدام وعجله من تالي كاو لا هي مشيت لمازيراتي على روحها والكرب الزرقاء تاع سيري مازيرات البورش ان شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم البيت.